السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة على حلوة معسلة او كريوش، كيجي لذيذ بزاف، مكونات جد بسيط والاهم انه سهل في التحضير. بلا ما نطول عليكم نخليكم تتابعوا معايا الوصفة، ما تنسوا تشتركوا في القناة وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد. خليكم تشوفوا معايا هذه الوصفة اللي غادي نقدم لكم. غادي نبداو على بركة الله، وغادي نحتاج ان شاء الله في العجين اللي هو جد اقتصادي. عندي هنا بالنسبة لكي نص كيلو ديال الدقيق، يعني 500 غرام. غادي نحتاج معها بيضة، غادي نحتاج ماء الزهر باش نجمع هاد العجينة. عندي خمارة فيها 8 غرام، عندي فاني، ممكن تعوضوا فاني باي منسم، ممكن ديروا قرفة، ممكن ديروا حبة حلاوة ونافع، اي حاجة بغيتوها نتوما. عندي واحد جوج معالق كبار ديال الزبدة وشوية ديال الملحة. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. ندوزو لطريقة التحضير. غادي نضيف الملحة، فاني، خمارة ديال الحلوة فيها 8 غرام، من الأحسن نغربلها. غادي نضيف الزبدة، جوج معالق كبار ديال الزبدة تكون بحرارة المطبخ. غادي نضيف البيضة، بسم الله، دابا غادي ندير العجينة تعجن. ممكن تعجنوها غير بإيديكم. غادي نضيف ما زهر بشوية بشوية، ممكن تعجنو إلا مكانش يعجبكم ما زهر، ممكن تعجنوها غير بالماء. بغيت غير نقول لكم انا خلطت ما بين الماء وما زهر، درت كاس قد هذا، يعني كاس صغير، واحد 80 مليلتر اللي درتها ديال الما زهر، والتتمه درتها غير الماء العادي باش ما تجينيش النكهه ديال الما زهر قويه. العجينه كيخصها تبقى قاصحه شويه، ما خصناش تكون مخوفه بزاف. صافي كيف كتشوفوا معايا العجينه ديالي ها هي تلكات مزيان، كتكون بحال هكا، يعني ما قاصحاش بزاف وما ملخوفاش بزاف. كيف كتشوفوا ها هي العجينه ديالي وجدات. غادي نديرها في بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح غير واحد 10 دقائق صافي، وكنبدا نسرح فيها. صافي دابا من بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا، بالنسبه للوازم او الادوات اللي غادي نحتاجهم، غادي نحتاج مدلك، غادي نحتاج هذه الجراره والشكل دائري. صافي هذا الشيء اللي غادي نحتاج. ندوزو دابا لطريقه التحضير. غادي ناخذ العجينه، غادي نقسمها على النص باش تجيني ساهله في التشكيل. غادي نجيب شويه ديال الدقيق، غادي نقسم العجينه، كناخذ الجزء الاول، نرش شويه ديال الدقيق وغادي نسرح العجينه. غادي نسرحها تكون رقيقه شويه،
دابا غادي ناخذ الدائره ديالي. كيف كتشوفوا راه رقيق على العجينه. غادي نطبع الدوائر الحجم اللي بغيتو نتوما، يا اما بغيتوهم كبار اولا صغار. غادي نطبع العجينه كامله دوائر كيف كتشوفوا ونرجع معكم. دابا من بعد ما طبعت العجينه كامله غادي نحيد هاد العجينه الزايده، نعاود نكورها ونخليها ترتاح، كنعاود نجمعها. غادي ناخذ دابا هاد الجراره. دابا غادي ناخذ دائره كيف كتشوفوا، كناخذ هاد الجراره وكندير اشرطه، ما كنوصلهاش لهنا وما نوصلهاش هنا باش ما تقطعش. وكنلويها بحال هكا ما نزيرهاش بزاف. هذا هو الشكل ديال الحريوش ديالنا او الحلوه معسله. غادي نعاود معكم واحده اخرى، كناخذ دائره غادي ندير اشرطه عندي هكا بشكل طولي، غادي ندير في نفس الاتجاه وما نزيرش الحلوه باش تبقى مرخوفه. صافي غادي نستمر بنفس العمليه حتى نكمل العجينه اللي عندي كامله ونرجع معكم. دابا كيف كتشوفوا معايا درت الزيت سخنات، غادي نحط فيها الحلوه ديالنا او القريوش. بسم الله. خاص الزيت يكون سخون ويكون كثير، داكشي علاش درت انا قميله صغيره باش الزيت يكون مجموع. غادي نخليها مره مره نقلبهم حتى كيتحمروا من الشويه بجوج. العافيه تكون متوسطه ما تكونش مجهده. كيف كتشوفوا مره مره كنقلبهم. بالنسبه للعسل درتو سخن مع شويه ديال الماء زهر وطفيت عليه غير دفى، ماشي سخون بزاف باش ديريكت تنحيد هاد القريوش من الزيت وكنحطو في العسل. كيف كتشوفوها ملي كيطيبو يجيو على هاد الشكل. صافي كنستمر بنفس العملية حتى كنكمل العجينة اللي عندي كاملة. صافي هو القريوش ديالنا او حلوه معسله كيف كتشوفوا كملتها في الطياب، كتجي على هذا الشكل. غادي نحطها دابا في طبق التقديم، ولكن قبل غادي نرشها بشويه ديال الزنجلان. صافي هذه الحلوه ديالنا، كنتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها. كيف شفتوا معايا مكونات جد بساط وكذلك طريقه سهله بزاف، كنتمنى انها تكون عند حسن الظن ديالكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه كذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. تلقاو ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده.